بعد إعادة اللقطة من قبل الزملاء التقنيين والمخرج الشلاح سنتأكد من هو صاحب الهدف. الكرة مرفوعة من ضرب الكرة وخطأ صديقة. وخطأ من المدافع الميسي، خطأ من الميسي، إباقة الحارس ضيف، إباقة حارس ضيف وأيضا دفاع فريقه، ويمنح التفوق لفريق شباب باتنا في اللحظات الأخيرة من المرحلة الأولى. هدف لم يكن منتظر لأنه جاء من المدافع.